توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. يا غريب يا مظلوم، يمحي الزوار يا ابو علي، لهف نفسي لبنت موسى، سقاها الدهر كأسا فزاد منه بلاها، فقدت والدا شفيقا عطوفا، حاربت عينها عليه كراها، أودعته قعر السجون أناس أنكرت ربها الذي قد براها، وإلى أن قضى سميما فراحت تثكل الناس في عظيم بكاها، وأتى بعده فراق أخيها حين في مار وأسكنته عداها، كل يومين يمر كان عليها مثل عامين، فسرعت في سراها، أقبل تقطع الطريق اشتياقا لأخي الرضا وحامي حماها، ثم لما يا بها الضعينة وافت أرض قم، وذاك كان مناها، قام موسى لها بحسن صنيع، إذ ولاء الرضا أخيها ولاها، لكن ما مضت غير برهة من زمان
فاعتراها من الأسى ما اعتراها فقضيت نحبها غريبة دار بعدما مزق الفراق حشاها أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها أويل على اللي عذب المامون حاله وجمع هدى بعود لكن ما وفاله ولا هجع حتى ردي الذات غالب مأمون وش ذنبه الرضا يا رجس وياك بس حس منا بالهضيم ما كتب الكتاب لخت العزيزة وناول لبعض الأصحاب بس ما وصلها خط أخوها ركبة تركاب راحت قبر جدها وقالت الله وياك وأهل المدينة يوم سمعوا الخبر جوها وعن حالها واللي تريده سايلوها شافوا لأن القلب صاير عند أخوها والتفتت الحاد الضعن ثور المطاياك ظلت تجد السير حتى وصلت القوم شافت أهلها بالعزة تبكي وتلطم للجارية قالت شوفي وش عدهم وبالعجل جيبي لي خبر وانا برجواج قالت لها الجارية طاعن وسمعان راحت إلى قمرة أحوال شنعاء شافت أهلها بالعزة تبكي وتنعى والكل ينادي يا إمامي روحي يفداك ظلت تسايل عن عزاهم والمصيبة وتعرفوها يوم شافوها غريبة من أي بلد قالت أني من أرض طيبة قالوا صلاة الله على اللي ساكن هناك قالت على من هالبكي كلكم تنوحون قالوا على المولى الرضا سماه المأمون صفقت بيديها وقالت لا تقولون والله حسافة يا إمامي ما حضرناك قالت عجل مات الرضا في طوس مسموم قالوا نعم والدين ركن صار مهدوم قالت ترخت في بلدكم نزلت اليوم قالوا دقومي بالعجل بنروح وياك وين أهل التعزية وين أهل النعوة قال بس ما لفتها الجارية ويا
الجواري والناح منهم مرتفع والدمع جاري. قال ادي خبري ويش في هالبلد جاري. قال ادي قومي بالعجل بانوح ويا. قالت اخويا مات. قالت نعم لها وخرت يا ويل على الثرى ما غشي علي. جابوا إليها الماء يرشوا علي ما حركوها لجنازة ودفنت هنا. ويلي ماتت حزينة قبل ما توصل ما توصل إلى طوس. والتقيت ويا الرضا في جنة في جنة الفردوس. قالت اش حالك؟ قال زال الهم زال الهم والبوس. قالت حمدت الله الجمعني اليوم وياك. من شوقها تعنت لأخوها وصلت بلد قم وإجاها أهل الحمية يتلقوها. لكن بعد مدة فقدوها وذكروا مصاب اللي عصره اللي عصروها بالباب ومصاب لسبوها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقبلت تقطع الطريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حماها. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم وتوفنا على ولايتهم يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب. حرك الشوق المتقد في النفوس والقلوب ضعينتين باتجاه أرض طوس حيث فارقهم أخوهم وإمامهم علي بن موسى الرضا عليه السلام مدة من الزمان لما أخرجه المأمون غصبا ليكون وليا للعهد. طال عليهم الأمد ولم يحتملوا فراق أخيهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. فانطلقت ضعينتان. الضعينة الأولى والقافلة الأولى قافلة كبيرة تضم 3000 شخص. وهذه الضعينة كلما قطعت مسافة وكلما تخطت مرحلة
ازداد عدد الملتحقين بها حتى وصل عدد أفرادها إلى ما يقارب 15,000. والذي ساهم في التحاق هؤلاء والذي شجعهم على اللحوق بهذه الضعينة أمران. الأمر الأول هو المقصد. كلما نزلت هذه الضعينة في محطات وكلما قطعت بلاداً من البلدان سأل أهل تلك البلاد وسأل أهل تلك المحطات إلى أين يريدون، فيأتيهم الجواب يريدون علي بن موسى الرضا. الله، رايحين تزورون الرضا، يا الله وياكم يا زوار الرضا، وياكم خذوني وياكم. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يشجع الناس على الالتحاق بهذه الضعينة هو زعيمها ورئيسها. هم هذا له أثر له دور. إذا نزلت هذه الضعينة في مكان فإن الناس يتساءلون من زعيم هذه الضعينة ومن قائدها، فيأتي الجواب أحمد بن موسى بن جعفر سلام الله عليه. أحمد، وما أدراك ما أحمد، عظيم من أعاظم أبناء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويرشدنا إلى عظمته أمور. الأمر الأول تعلقه بكتاب الله عز وجل، ارتبط بالقرآن الكريم ارتباطاً وثيقاً، ولتعلقه بكتاب الله عز وجل خط بيده الشريفة 1,000 مصحف كما نقل ذلك السيد الأمين عليه الرحمة في أعيان الشيعة عن بعض المصادر. خط بيده 1,000 نسخة من القرآن الكريم، 1,000 مو 100,000. زين. بعد، الأمر الثاني العناية الخاصة من قبل إمامنا موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض الأخبار أن عين الإمام عليه السلام لا تفارق ولده أحمد، وكان 20 خادما من خدام الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه رهن إشارته، كان 20 خادما رهن إشارته. يقول الخبر عن إسماعيل بن موسى عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام، يقول خرجنا مع أبي إلى بعض أمواله في المدينة ومع أخي أحمد 20 خادما، إذا قام قاموا وإذا قعد قعدوا، وكان مولعا بشراء العبيد. للتفاخر؟ لا. ليسهروا على خدمته؟ لا، بل ليعتقهم بعد ذلك لوجه الله. فأحصوا أنه قد أعتق 1,000 مملوك، ولعله يشرع في تهذيبهم وتأديبهم أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يعتقهم لوجه الله عز وجل، كما يصنع ذلك أو كما صنع ذلك قبله زين العابدين عليه أفضل صلوات المصلين. والأوضح من هذا الذي ذكرناه اعتقاد جمع من الشيعة بأنه هو الإمام بعد موسى بن جعفر، وهذا يكفينا عن الكلام الذي مضى. هذا الرجل العظيم بلغ درجة عالية من الكمال واتصف بصفات الإمام المعصوم حتى حسبه جمع من الشيعة إماما بعد موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه.
ولا يمكن أن يقال فلان إمام هكذا اعتباطا وعبثا، لا بد أن يكون قد وصل إلى مستوى معين من الكمال، يعني وجدوا فيه المؤهلات أو المؤهلات، رأوه عالما تقيا ورعا إلى آخره. ولذا يقول الخبر: لما شاع الخبر وانتشر موسى بن جعفر مطروح على جسر بغداد، انطلق جمع من الشيعة إلى دار أم أحمد، وأم أحمد هذه أيضا عظيمة ومن فضليات نساء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي المرأة التي استودعها إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه مواريث الأنبياء والأوصياء قبل أن يخرجوه إلى أرض بغداد. الإمام موسى بن جعفر الذي أودعه الله علم ما كان وما يكون، يعلم أنه سيقطع أو ستقطع عليه صلاته وسيخرجونه إلى أرض العراق. قبل ذلك، قبل هذه الحادثة، جاء إلى أم أحمد، سلمها مواريث الأنبياء والأوصياء، هذه أمانة وديعة، متى ما جاءك رجل من أولادي وسألك عن هذه الودائع في أي وقت كان فاعلمي أنني قد فارقت الحياة من جهة، واعلمي أنه هو حجة الله من جهة أخرى. وفعلا استودعها الإمام مواريث الأنبياء والأوصياء، فجاءها الرضا بعد ذلك، وطلب منها تسليم تلك الودائع، فشقت جيبها وعلمت أن الإمام قد فارق الحياة، وعلمت أن الرضا عليه السلام هو الإمام. المهم، جاءوا إلى دار هذه المرأة العظيمة، إلى دار أم أحمد. ما تريدون؟ قالوا: نريد أحمد. طلع عليهم: تفضلوا يا جماعة، وش تريدون؟ قالوا: جئنا لكي نبايعك، أنت الإمام بعد، أنت الإمام بعد موسى بن جعفر. قال: تبايعوني؟ قالوا: نبايعك. لم يقل لهم: لست إماما، بل استعمل طريقة ذكية: تبايعوني يعني تسلمون لي، يعني تطيعوني، يعني لا أقول يصير. قالوا: صحيح، هذه البيعة، أسلم لك ونذعن لك، إمام بعد إمام. قال: خوش، يلا بسم الله. فجاءوا وأقبلوا وبايعوا، فلما بايعوه وأخذ البيعة منهم ارتقى الأعواد وصعد المنبر وخطب فيهم خطبة بليغة، وقال من ضمن خطبته: أنتم قد بايعتموني جميعا، وأنا في بيعة أخي علي بن موسى الرضا عليه السلام، هو الإمام وحجة الله على الخلق، فاسمعوا له وأطيعوا. مو تقولون بايعتوني خلاص انتهت القضية، ما في مجال حين للمناقشة، أنا أقول لكم الإمام هو علي بن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الرجل يا أحبة، الذي كان يحظى بعناية خاصة من أبيه موسى بن جعفر، وبلغ هذه المرتبة من الكمال حتى حسبه جمع من الشيعة إماما، هو الذي تزعم هذه القافلة وترأسها، فإذا قطع منطقة وإذا نزل في محطة سألوا: من قائد الضعين؟ قالوا: أحمد بن موسى. قالوا: يلا وياه. فبلغ عددهم 15,000. هم خرجوا بإذن من المأمون، لكن وصل الخبر إلى المأمون: يا مأمون، يا عبد الله. المأمون اسمه عبد الله. زين: يا مأمون، ترى للحين ما وصلوا إلى شيراز، بعدهم ما وصلوا إلى شيراز، وعددهم 15,000، إذا وصلوا إلى مر عددهم كم؟ يمكن يسوون انقلاب. فالدارك الوضع يعني. فأوعز إلى والي شيراز أن يصدهم وأن يرجعهم، فجهز والي شيراز جيشا جرارا قوامه 40,000 مقاتل،
وهؤلاء زوار لم يخرجوا لحرب وقتال، لم يخرجوا لحرب ولا قتال، طالعين هالشكل ما تهيأوا. وصلوا إلا جيش جرار واقف، ما تريدون؟ قالوا جئنا لزيارة أخينا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهل محبين جايين ويانا؟ لأن أكثر من واحد من أولاد الإمام في الضعين، أحمد، محمد، الحسين، زين. قال جت الأوامر من فوق لازم ترجعون. قالوا إحنا ما طلعنا إلا بإذن من المأمون، كيف نرجع برخصة من المأمون نفسه؟ قال لا ما مش الحج، لازم ترجعون. قالوا ما نرجع، شهي خطوة لو خطوتين لو متر لو مترين من أرض الحجاز، من أرض الحجاز يعني من الغرب إلى الشرق إلى أرض خراسان، مو يوم ولا يومين. قطعنا المفازات والبراري والقفار لنزور أخانا الرضا عليه السلام. الحين تقول ارجعوا؟ ما نرجع، ولا بتسويه سوى؟ قال نواجهكم بالسيف، قال تسوون سوى. فدارت رحى الحرب، فكان النصر حليف الفئة القليلة في قبال الكثيرة. صحيح مو متهيئين لقتال، لكن أقبلوا على الموت مستميتين، إحنا جايين للرضا ونوصل إلى الرضا مهما كلفنا الأمر. فتضعضع جيش الأعداء واحتاروا في أمرهم. قالوا الحين المصيبة بتزيد، الحين إذا الناس سمعت 15,000 هزموا 40,000 ترتفع معنوياتهم أكثر، وسيزداد الملتحقون بهم، بتصير مصيبة أكبر، لابد من حل سريع. والحل، الحل كذبة واحدة، كذبة. شوف الكذب وش يسوي، لما تجي الروايات وتقول كذبة تعدل عند الله 70 زنية كمن يزني مع أمه. الكذب خطير، خطير جدا، كذبة. إن كنتم تريدون الرضا فإن الرضا وش قد مات، بس كذبة، بس إشاعة، إشاعة. من الذي أعلنها؟ الجهات الرسمية لم يشككوا في مضمون الخبر. إذا الجهات الرسمية أعلنت يعني صحيح، لأن الرضا في ذلك الوقت وإيش كان وليا للعهد. تزلزلت العزائم، لا افتلت الضعينة، تفرق الناس يمينا وشمالا. بعد على وش نرمي روحنا إلى الموت احنا؟ نعم، إذا كنا نريد الرضا المسألة تستحق أن نموت، لكن الرضا بعد راح، بعد نقدر روحنا على وش؟ تفرقت الضعينة، وبقي أبناء الإمام الثلاثة مع بعض المحبين، تتبعهم الأشقياء وقتلوهم، ودفن أحمد ابن موسى في أرض شيراز، ويعرف حرمه اليوم عند أهل إيران بشاه شراغ. شراغ مصباح ضوء، شاه ملك يعني ملك الضوء أو ملك النور. ولهذه قضية يذكرونها في تراثهم وما شاكل، يقولون هذه التسمية راجعة إلى كرامة من كراماته، حيث كان النور والضياء يسطع من موضع قبره إلى السماء، فعرف بشاه شراغ، وهو صاحب الحرم الذي انتهكت حرمته قبل أيام. لعن الله ناصبي العدا لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. زين، وطبعا دفن هناك يا أحبة، ولم يعرف موضع قبره عند عامة الناس إلا بعد سنوات طويلة، في زمن أمير يدعى مسعود بن بدر، فتح قبره لسبب من الأسباب فرأى جثته طرية، ووجد خاتمه منقوشا عليه، وجد خاتمه منقوشا عليه العزة لله أحمد بن موسى.
فشخصوا موضع قبره وشيدوه. زين، هذه الضعينة الأولى تشتتت تفرقت، قتل من قتل من أبناء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا ملاحظة، الأبيات يا أحبة اللي قريتها في المقدمة أبيات الشاعر الكبير ملا علي بن فايز رحمة الله عليه، ومثلها أمثال في تراثنا القديم، معروف عند شعراء أهل البيت إلى ما قبل 100 سنة، يعني بالذات في محيطنا هذا، أن المعصومة عليها السلام فارقت الحياة بسبب سماع نبأ وإيش وفاة أخيها الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا نقول الرواية، رواية زيارة المعصومة عليها السلام تعارض هذا الفهم، حيث قتل الرضا بعد أخته بسنة تقريبا، فكيف نوفق بين الأمرين؟ نقول لعل بعض الملتحقين بهذه القافلة قد لجأوا إلى أرض قم لما سمعوا خبر وفاة الإمام، وهو خبر كاذب. زين، فلما وصل هذا الإنسان مثلا إلى أرض قم أبلغهم بما سمع من الجهات الرسمية، فظهرت علامات الحزن والحداد على أهل قوم، وصلت السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام فرأت هذه العلامات، استفسرت، قيل الرضا ما تتأثرت، فارقت الحياة. نقول من جهة ممكن، ممكن، لكن بحسب ما جاء في الرواية المعتبرة الرضا عليه السلام فارق الحياة بعد أخته معصومة صلوات الله وسلامه عليها. المهم، هذه إشارة فقط، هذه الضعينة الأولى. الضعينة الثانية وهي ضعينة صغيرة نسبيا تضم 22 شخصا، منهم هارون، جعفر، فاضل أبناء الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وأميرة تلك الضعينة سيدتنا فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. القافلة الأولى سلكت الطريق المؤدية إلى شيراز، هذه لا، سلكت الطريق المؤدية إلى الري، طهران وضواحي طهران، حتى وصلت إلى أرض ساوه، أو كما يسمونها هم سافه، وصلت إلى أرض ساوة، فتصدى جمع من مبغضي أهل البيت، ولعل ذلك كان بإيعاز من المأمون نفسه، فقتل من قتل من أبناء الإمام عليه السلام، حتى قتل هارون على مائدة طعامه، والسيدة المعصومة ترى مصارع أهلها وأحبتها أمام عينيها، ونقل بعضهم أنها قد دس لها السوم في تلك المنطقة، فاجتمعت الجراحات والآلام، ألم فراق الرضا من جهة، وألم قتل إخوتها من جهة، وألم ثالث هو ما تجرعته من حرارة ذلك السوم، أحست بدنو الأجل، بعد العمر ما يوصلها إلى أرض مر، إلى أرض طوس، فسألت كم بيننا وبينكم، ومعروف عند أهل البيت مقامكم وفضلكم، كم بيننا وبين أرض قوم؟ فقيل لها 10 فراسخ، قالت احملوني إليها ودوني، حملت بالأحزان والأشجان إلى أرض قوم، كأني بالضعينة لما شارفت على الوصول، إخي العار طلع واحد وقام يركض في الأزقة في الطرقات، يا شيعة علي
أيها المؤمنون الموالون لعلي وآل علي، يا أهل قوم، ينادي بأعلى صوت. خرج الناس من بيوتهم صغارا كبارا رجالا نساء، إيش صاير؟ روعتنا؟ أفزعتنا؟ ما الذي جرى؟ قال: ها قد جاءكم الشرف العظيم وحلت بساحتكم البركات والخيرات. إيش صاير؟ قال: هذه بنت موسى بن جعفر قد نزلت بدياركم، هذه بنت إمام معصوم، هذه أخت إمام معصوم، هذه عمة إمام معصوم، انهضوا واستقبلوها بما يليق بشأنها ومقامها، كأني بالناس وقد تدافعوا ناحية الضعينة يريدون استقبالها. يقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، وصل إلى ناقتها، طأطأ رأس سيدتي: هل تأذنين لي أن أمسك بزمام الناقة؟ أريد رخصة وإجازة من عندك سيدتي حتى نوصلك إلى نسائنا وجوارنا في الدار. أخذ الرخصة، أمسك بزمام الناقة، فرج الناس سماطا، كلما مرت الناقة على جماعة طأطأ الرؤوس إجلالا وإعظاما، وهم ينادون: السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت علي والزهراء، حللت أهلا وسهلا على الرحب وعلى السعة سيدتنا. واستبشرت العالم، الناس فرحانة: هذه بنت موسى بن جعفر قد شرفت بلادهم. الناس كلهم عليهم علامات الفرح والسرور، إلا واحد واقف على قارعة الطريق يلطم صدره تارا ووجهه أخرى ودموعه تسيل على خده. قالوا له: يا عبد الله، اليوم احنا معيدين، اليوم فرحانين مستبشرين بقدوم السيدة المعصومة، بقدوم فاطمة بنت موسى عليه السلام، وانت بهذه الحالة من الحزن والبكاء واللطم، ليش؟ لماذا هذا البكاء؟ لماذا هذا النحيب؟ قال: اختر رضا المعصومة ما واحد شتمها. الله يرحم هذه العبرات. مأجور مأجور، إن شاء الله حوائجكم مقضية بجاه الكريمة، كريمة أهل البيت. أويلي أويلي أويلي، اختر رضا المعصومة ما واحد شتمها، والصوت ما ورمتنها وشرب دمها، وما قطعوا الجفوف من شايل علمها، وما حتى عدى وقال لها خارجي. اختر رضا المعصومة ما حرقة وخدرة، ما ركبوها مهزلة وما حد أسرها، ما شهروها بعد عزتها وسترها، ما قيدوها وما سمع حسها دعية. زين لو ايش تقول هالكلام هذا؟ وايش جاب هالكلام الحين والناس معيدة؟ قال: سامحوني ما قدرت، يوم سمعتكم تقولون هذه بنت امام، هذه اخت امام، هذه عمة امام، قوموا واستقبلوها بما يليق بشأنها، انا غصبا عني رحت لأرض الشام، ابا سايلكم يا اهل قوم، زينب ما هي بنت امام،
زينب ما هي اخت امام، زينب ما هي عمة امام. مثل العاقلة ما حد تمرمر من النار، في ساعة واحدة فارق وحسين وعباياس، واحد بلا جفن والثاني بلا راس، بلا راياس راحت سبية وروحها في الغاضرية، بقيت أياما قليلة زادت العلة، تزايد ولوج السم في أجزاء بدني، حتى حان الأجل وانقطع الأمال، وفؤادها يتقطع شوقا للقاء أخيها الرضا، عرق جبينها وسكن أنينها، نادت منها القلب ممرود، آيا الرضا يا سر الوجود، خلت عبرات بالخدود ثكلة، وأيام استوت سود، ولا حد من أهلي وياي موجود، متى تعود يا الوالي متى؟ جاه الندى يا نور عيني، أهل الغدر ما يتركوني، شفتين كيف طلعوني من وطن جدي وبعدوني، ولازم بسمهم يقتلوني غصبا علي يا عيوني، فرقوا ما بينك وبين، وما بين ماهل الرضا تنوح، وتلوج لمصيبة المذبوح، تنادي ودمع العين مسفوح، أباروح للزهرة أبار، جاه الذي مكتوب في اللوح، ماتت منها فاضت الروح، ماتت منها فاضت، شالوا جنازتها لقبرها، والناس فارقها صبرها، كل من إلى دموع نثرها، وين الذي وصل خبرها، للأهل ما واحد حضرها، وظلوا حيارى في أمرها، منه ينزلها بقبر. هذه بنت النبي ما يصير مسها أجنبي، وش اللي صار يا شاعر؟ قال 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 لن ينظرون اثنين فرسان في الحال، جو خيرة النسوان ونزلوا جثتها بلجفان بلجفان بلجفان، بس انت يا المذبوح عطش. الله يا اهل بيت النبوة تعنيتون لها، لانها غريبة، لان ما عدها عشيرة ما عدها احد، والحسين ما هو عزيز عليكم، لا وش ما تتعنون له، لا وش ما تحضرونه، أويلي أويلي أويلي، بس انت يا المذبوح عطشان، ظلت عاري فوق تربة تربان، وتلعب عليك الخيل مدى.
أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها. يا الله إلهي بكريمة أهل البيت، إلهي بفاطمة المعصية، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع، صل على محمد وآل محمد وعجل يا رب لوليك الفرج والعافية والنصر. مولاي بفاطمة المعصومة وشوقها إلى أخيها الرضا، تفضل على المرضى بالشفاء والصحة والعافية، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، البسهم لباس الصحة والعافية يا جواد يا كريم، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة، والفاتحة تسبقها صلوات.